عنوان هذه الحلقة حضور الأخوة. الرجل الذي صنع هذه الكرة كان أبي الحقيقي. أنا لدي والدان. سلمان، من أنت؟ والدي، أبي، رجل عجوز. فقط، من أنت؟ هذه الكرة إنها لي، ذلك مؤكد. أبي، كم أود رؤيتك. كم أود لو أني رأيتك. حميدة، حميدة، ما بك يا دبوس؟ تبدو وكأنك خارج من حديقة الحيوانات. إنهم قادمون، لقد انتهينا. قادمون؟ من القادم؟ جلال وكمال نسيم قادمان. من؟ كمال؟ إنه قادم مع فريقه. أعطني وقتا لأتنفس. هكذا إذن، متى سيحضرون؟ فريق المدرسة الثانوية يقوم بجولة لإقامة مباريات ودية. سنبذل كل طاقتنا. متى سيحضرون إلى هذه البلدة ليلعبوا معنا؟ لم يعلن عن ذلك بعد. صحيح، سوف نريهم ما سنفعل. لا أستطيع انتظارهم وقتا طويلا. هيا، لن نضيع الوقت، لنتدرب، لنخرج إلى الملعب. هيا هيا بنا. لماذا كل هذه الفوضى؟ المدرسة الثانوية قادمة. وماذا يعني ذلك؟ إننا ذاهبون لنتدرب. نعم، جبناء. ها؟ حسن، هل سيكون هناك نوع مختلف من التمرين بسبب مجيئهم؟ كلا، الأمر ليس كذلك. حسن، إذن ما سبب تلك الفوضى؟ إنه الوقت المناسب لبدء التمرين. دعوني أشاهد تمرينكم. ركض بطيء لمدة 30 دقيقة. هيا جميعا إلى الملعب. حاضر. إن تصرفه غريب، أليس كذلك؟ نعم. عليه ألا يثبط حماسنا ويجعلنا نعود إلى تمارين الركض. هذا ما أشعر به. ربما هو قلق. على ماذا؟ من الطريقة التي خسرنا بها في المباراة الوطنية، أنت تعرف، أليس كذلك؟ 8-0 كانت نتيجة فظيعة. أنت لم تكن هناك وقت المباراة، ليس لديك الحق أن تتكلم هكذا عنها. ربما صحيح، لكنها تظل خسارة فظيعة. وبعد؟ أظن أننا يجب أن نري. تعرفون طريقة الهجوم الجديدة؟ الهجوم المتقاطع؟ أعتقد أننا يجب أن ندعه يراها. تلك فكرة جيدة. في هذا الهجوم نستطيع أن نهزم كمان بسهولة. إنهم جميعا متحمسون جدا، أليس كذلك؟ بالتأكيد، فالمدرسة الثانوية قادمة، هذا سبب لنكون سعداء. سوف تندهشين. ماذا تعني بهذا الكلام؟ قل. حسن،
إنه يبدو قلقا من كيفية لعبنا، لكننا قررنا أن نفاجئه. هل ستجربون التقاطع؟ لا تحاولوا، لقد منعكم من الحركة البهلوانية في الهواء، وإلى جانب ذلك أنتم لم تتقنوها بعد. ذلك صحيح. قال لكم أن لا تستعجلوا، وقد تجعلونه قلقا إذا ما شاهدكم تنفذونها الآن. لقد فات الأوان الآن، إنهم سوف يفعلونها. يجب أن توقفهم أنت. بكري ادخل هناك. ها نحن نبدأ الهجوم المتقاطع. نجاح، لكني لم أستطع أن أصد تلك الكرة قبل دخولها الهدف. إذن فهذا ما تسميه بالهجوم الذي ستهزم به كمال؟ نعم. ما رأيك يا أستاذ؟ إنها مجرد لعبة خيالية. ماذا تقول يا أستاذ؟ إنها هجمة مضحكة. أستاذ تقول إنها لن تنجح؟ ربما تعتقدون أنها تطوير للحركة البهلوانية في الهواء، ولكن كلا. أستاذ ماذا تعني؟ حسن، لماذا لا تفكروا بالأمر بأنفسكم؟ لكن سليم ورياض يطوران هجوما جديدا، ربما يساعدكم أن تفكروا قليلا بالذي يفعلون، وسيكون بإمكانكم أن تنظروا إلى الأمور من وجهة نظر موضوعية. أنا أقترح ذلك، التفكير يساعد أحيانا. هذا هو تمرينكم لهذا اليوم. سيد مختار، بالمناسبة أنتم أيها الأولاد تبدون سعادة كبيرة لأن المدرسة الثانوية قادمة، لكن ليس هنالك أي ضمانات بأن تسنح لنا الفرصة للعب معهم. أنا السيد مختار أن يتحدى فريق المدرسة الثانوية. كيف يمكنه أن يدعوه بالهجوم الخيالي؟ لقد جعلت الحركة البهلوانية في الهواء أسوأ. ماذا يعني؟ رياض، لماذا الكآبة يا شباب؟ أردت أن ألتقي بك اليوم. لماذا؟ بالنسبة للمدرسة الثانوية. نعم سمعت عنهم. حسن، أنا سوف أسبقك إليهم، سوف أتغلب على كمال نسيم هذا. ولماذا كل ذلك؟ لم يختاروك بعد. انظر إليها من هذه الزاوية، لقد تغلب عليكما أنت وسليم، وأنا الوحيد الذي بقي. أنا الوحيد. أتعتقد أنهم سيلعبون معكم؟ أرجو ألا يغضبك ذلك. أنت الوحيد؟ الوحيد ذو الوجه الطويل مثل ضربته الطويلة. ماذا؟ نعم كانوا على حق.
من هذا الأحمق؟ هذا سامي، إنه جديد في الفريق. إنه شجاع بالنسبة لحجمه. قالوا لي إنك بارع بالنسبة لحجمك، ولكني لم أشاهد ذلك بعد. سيكون ذلك مشوقا. أعطني الكرة. إذن فأنت سوف تريني. عظيم، هيا تفضل. يا لها من انحناء مع تحكم جيد. سامي، خذ هذه كرمز للصداقة، لكن إذا ما شاهدتك مرة أخرى ضربته الشوكية عظيمة حقا. أعتقد أن الهجوم المتقاطع أفضل للتغلب على كمال. صحيح، ثم إن الكرة المنحنية لا تناسب كمال نسيم. لكن ماذا يريدنا المدرب أن نضيف على الهجوم المتقاطع؟ لو نعرف فقط ما هو. أنت إلى أين تذهب؟ الآن تذكرت أنه علي أن أقوم بمهمة لجدي. ماذا به؟ من الأفضل أن نذهب نحن أيضا. أنا متأكد أن المدرسة الثانوية ستختارنا، فقد فزنا بالبطولة المثالية، لكن ربما اختاروا المدرسة الزراعية لأنهم لم يتباروا معهم بعد، أو ربما اختاروا مدرسة سليم الثانوية من سجلاتهم القديمة. ماذا؟ سامي قال إنها مهمة، لكن ربما. ها؟ مرحبا، من أنت؟ هذه ليست الطريقة للترحيب بصديق. أنت تزعجنا، انصرف من هنا. ما بك؟ أنا أتفرج فقط. أم أنكم تقومون بتمارين سرية ويجب أن تبقى سرية؟ ذلك ليس من صفات الرياضي الجيد، إنها ضد قوانين الكرة. ماذا؟ كف عن ذلك يا وليد. لكن هذا الولد. أنا لم أحضر إلى هنا للشجار، حضرت لمشاهدتكم تتمرنون، هل هذا ممنوع؟ أبدا، أهلا بك. أشكرك، سأكون ضيفكم إذن. دعونا نتمرن على هذه قبل أن يخيم الظلام. هيا استمروا تمرنوا. حسن، أعطني إياها. هيا هيا, هيا. ماذا سيفعلون؟ سامي، أهلا. إذن ها أنت هنا أخيرا. ماذا سيفعلون يا ترى؟ هيا بنا لنبدأ. الضربة المرتدة. تلك السرعة، ذلك التحكم، تلك القوة. لابد أنك سامي. سليم، هل تعرف سامي؟ لقد سمعت عنه وأنه انضم إلى فريق مدرستكم. أنا سعيد بمعرفتك. أهلا، هل لديك أي تعليق على تدريباتنا بعد أن شاهدتها؟ كانت رائعة.
من تعتقد سيلعب ضد المدرسة الثانوية القادمة؟ إن جلال نسيم سوف يختارنا نحن. ماذا؟ أنا الوحيد الذي سيتغلب عليه. أنا الذي سأكون الوحيد. أنا كنت أريد أن أرى ماذا يفعل وأخبرك عنه. أنت تعرف، اعتقدت أنهم لا يمانعون في أن يتفرج عليهم قادم جديد. خائف من ثقة سليم بنفسه. ضربة سليم الصاروخية، ضربة رياض الشوكية مقارنة به، ما الذي ينقص الهجوم المتقاطع؟ إن مشكلة الهجوم المتقاطع المحيرة أنك تتكلم عنه كثيرا، أليس كذلك؟ لاعب يتظاهر بأنه يضرب ولكنه يعطي تمريرة قصيرة، عندئذ يتخذ الاثنان وضع ضرب الكرة، واحد يتظاهر والثاني يضرب. حسن، دعوني أراه. هيا. حاضر. هيا بنا. هيا. نجحت يا حميد. كيف كانت يا أستاذ؟ نجح. هذه ستؤثر على كمال، أليس كذلك أستاذ؟ كما شرحها حميد، هذا الهجوم يحقق اللعبة المخادعة من أجل إرباك حارس المرمى، لكنها لا تفيد في الضربة البهلوانية في الهواء. صحيح. هذا كل ما فيها. ها؟ إنها فقط خيالية مخادعة، هذا كل شيء. أستاذ، نستطيع أن نربك كمال بهذا الهجوم، ألا تظن ذلك يا أستاذ؟ لا تكن مغرورا هكذا. انهضوا. ما الذي أوقعكم أرضا؟ انهضوا. هيا. سليم ورياض يعملان بجهد، والشيء الوحيد في ذهنهم هو إصابة الهدف. لقد فاتتكم هذه النقطة. ماذا لو أن حارس المرمى لم يخدع بلعبتكم؟ حسن، ضربة البهلوانية في الهواء ليست لعبة خداع بسيطة، إنها ضربة فنية مدروسة. حميد، أنت تستولي عليك فكرة خداع حارس المرمى، لكن هل تستطيع أن تضرب ضربتك القاصفة بهذا الوضع؟ أنت المدرب، أخبرنا ماذا يجب أن نفعل؟ عليكم أن تفكروا أكثر بقوة الضربة. قوة الضربة؟ بدون ذلك لا هجوم ولا لعب يجدي. سوف أعمل ما باستطاعتي لأجعلكم تتقنوا ضربة الهجوم المتقاطع. أستاذ، حتى لو أننا لم نتبارى مع فريق كمال هذه المرة، هدفنا أكثر من هذا في المستقبل. البعد، المسافة، الجهد. موافقون؟ نعم أستاذ. حارس المرمى هذا لم يسمح بأي هدف منذ الدوري الوطني أن يدخل مرماه. الفريق الثاني في ذهني هو الفريق ذو التقاليد والسجل الجيد، فريق المدرسة الزراعية.